الربع اقسم بالله اني منصدم، ما اخفيكم والله اني منصدم يا الربع. ايش فيك؟ ايش فيه؟ يحسبنا طلبيته، يحسبنا طلبيته. وين؟ تعال تعال يحسبنا طلبيته. جيجي يا رجل، شو شو الدنيا خربت والله العظيم، الدنيا خربت. تدرون عنده في الموقع طالب زين وطلبيات يشغل شيش. انا ولد كبول، كم مريت البقالش يا ربي يا من شاف العيشه هذه. وين؟ والله حطه سيء. ادرك انا احسب انك بتقول اتفاهم معه، ادرك بتقيمه سيء. قيمه سيء. طيب اللي سحط العيشه هذه قدام بيتنا من؟ اكيد محمد. لا محمد لا. محمد يا رجل. طيب اكثر كم يسال يقول احمد وش وجبه عزوز؟ هذه وجبته، بس نوريهم فطور عبد العزيز. نوريهم فطور عبد العزيز. هذا هو يا جماعه الخير. دقيقة بس بوري يا مصبر. هذا هو البطاطس، يسمونها بطاطس صح؟ مقرمش صراحة ما شاء الله تبارك الله، يعني فطورك حلو ما شاء الله. ليه؟ دقيقة طيب دقيقة بس دقيقة بس جلتني صاحي من النوم الحين اصبر. هذه ترى بقر راكان عبد العزيز. ماني مسوي شيء يا اخوي تشيك. هذا دمع الصبر. دقيقة دقيقة الكاتشب نسيتي. رحت تقول الكاتشب خلاص والله لا احميها لك. والله العظيم اني ما اروح الا وانا ماخذ عبد العزيز راكان. خلاص والله عند احمد خلاص عند. خلاص الحين كاتشب ناسي عند. ايه يلا بسرعه. طيب راح اجيب كاتشب ثاني. طيب يلا دقيقه. جوال عند عجل. خله هنا عزوز، خله هنا يا رجل. ما حد بيجي والله، ما حد بيجي والله، ما حد يجيها. ايش ايش في؟ خله يا اخي، ما حطه يا رجال. عبد العزيز تعال 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 ولد، تعال ابغاك. والله راح. تعال يا رجل والله. حطيت كاتشب. وريني وريني بالله وريني وريني. والله ماني مسوي. والله العظيم موري احمد يا شهد. والله ماني مسوي. والله موري يا عبد العزيز، انت في يدك، انت تناظر فيني تناظر فيني. خله 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 والله ما يناظر. ودي اضغط لي حتى لو نظره وحده، نظره وحده. والله ما يناظر والله. ترى غار على البرجر حقته. طيب ما انا مسوي شيء يا اخوي، جيب بس شوي. حتى لو ما تسوي شيء والله ما تشوفه. انت تفهم الله يرحمه. والله العظيم انك ما تشوفه. خلاص كيف تكلم بالطيب؟ لا لا ما ودي اجيب شيء ثاني. حدك حدك عدد. شوف 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 عبد العزيز، شوف هذا اخوك كذا طلاب الثانوي يجيك مهايطي، فهمت علي؟ يا ولد تدخل طلاب الثانوي الله يرحم والديك انت بعد. عجل علي يا اخوي. والله ما تشوف. عرفت لي الزوز يجيك طلاب الثانوي يجيك، فهمت علي؟ طيب ما هو على النزاح. لا تسكت ولا لا اسكت يا عم. وناسه ضحك ايه. سوالف ما تبي بفوتك. احنا ما تحمل نفسيات مع السياره. والله وحش رايك. والله